حسن علام القابضة هي مجموعة رائدة بخبرتها اللي امتدت 80 سنة في مجال الإنشاءات والبنية التحتية في مختلف القطاعات للتطوير والاستثمار بحجم أعمال كبير جداً في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. تتلخص مبادئ الشركة من وقت إنشائها سنة 1936 في 4 محاور رئيسية لتنفيذ وتسليم المشروعات، وهي الالتزام بالجودة والسلامة المهنية لجميع الأعمال، المسؤولية في تسليم المشروعات في المدد الزمنية المحددة، النزاهة في جميع المعاملات لكل الجهات اللي بنتعامل معاها، الثقة في التطوير والإبداع في الشركة باستعمال أعلى الإمكانيات الفنية والتكنولوجية، ولكل الأسباب دي كنا وما زلنا الاختيار الأول لتنفيذ المشروعات الكبيرة والهامة والاستراتيجية داخل وخارج مصر، وبالأخص مشروعات توليد الطاقة الكهربائية والشمسية. أعمال الموانئ والمطارات، شبكات المياه والخزانات، ومحطات التحلية ومحطات معالجة الصرف الصحي، المصانع العملاقة وخاصة البتروكيماويات والأسمدة والأسمنت والأدوية، المنشآت العقارية والتجارية المتميزة والمتطورة، الطرق الأسفلتية والخرسانية والكباري. حسن علام القابضة تعتمد بشكل أساسي في مشروعاتها على الإنتاج والتنفيذ الذاتي من خلال شركتها المتخصصة في مجالات مختلفة زي الطرق والكباري، جميع أعمال الإلكتروميكانيكال، المنشآت المعدنية، الخرسانة الجاهزة، مصانع المواسير بجميع أقطارها، أعمال العزل بجميع أنواعها. قوتنا البشرية هي السبب الرئيسي لاستمرارنا. النهاردة عندنا أكتر من 35,000 شريك نجاح ما بين عمال وفنيين ومهندسين ومديرين، والمجموعة دايماً حريصة على استمرارية تدريبهم وتطويرهم ورعايتهم المهنية والصحية، وده اللي بيخلي مجموعة حسن علام مستعدة دايماً لتلبية مطالب جميع العملاء في كل المشروعات الاستراتيجية والعملاقة. حسن علام القابضة، تجربة رائدة يمكنكم الاعتماد عليها والوثوق بها.